عيد سعيد يا عيد، عيد سعيد. انت يا ابني، انت يا اللي عامل لنفسك كره خضراء، تعالى هنا كلمني. ايه ده كره خضراء؟ انا ايوه انا تا. ايه ده؟ اه دول اتنين اهو. يوه هي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ ايه جو الاطفال ده؟ ايه ده؟ انت مين انت وهو؟ انت اللي مين؟ انت مين انت؟ انا ما اعرفكش اصلا. عايز اعرف ان ده برنامج العيد بتاعنا، انتوا اللي جابكوا البرنامج بتاعنا بقى. احنا قاعدين في الشارع بتاعنا وانتوا جيتوا الشارع بتاعنا ودخلتوه ازاي يعني؟ طب على الاقل احنا المفروض انتوا تبقوا عارفيننا، انما احنا مش عارفينكوا خالص. بقول لك الشارع بتاعنا نعرفك بمناسبه ايه؟ يا ابني انا النجم المعروف عنتر المعنتر. انا ما اعرفكش يا قطر، مين عنتر المعنتر ده؟ وانا النجم المعروف سفروت المسافرت. ايه ده؟ ايوه 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 انا شفت ال لا معرفكوش اساسا. انت بقى النجمه اللي مش معروف امين انت؟ انت مش انا بودي يعني بودي 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 بودي، انا نجم الهتافات، انا هنا انا ونودي صحاب المسابقه بتاعه شارع عجب. وانا نودي نودي. انت ثانيه واحده. اسمه نوتي؟ نودي نودي. نوتي يعني حاجة وحشة. لا لا انت نوتي. لا انت فعلا نوتي. انا نودي مش نوتي. وهو بودي اللي حاجة حلوة يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ نودي نودي. نعم. دول الاثنين بص بيضحكوا ازاي. مش انت اللي عارفهم او انت اللي كلمت؟ انت دخلتهم من الشارع بتاعنا ليه؟ انا ما دخلتهمش. بقول لك ايه يا ابني انت وهوا، يلا كده خدوها من قصرها خدها واتكلوا على الله عشان نبدا البرنامج بتاعنا. البرنامج بتاعنا احنا. ايه يا عنتوري انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ بقول لك ايه ده؟ حاسس ان انت بتكلم نفسك. حد هنا؟ اه دول شفاف قوي. مفيش حد هنا. طب تعالى تعالى نمشي كده بقى علشان تعالى كده بقى تعالى كده بقى. خد 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 تعالى تعالى كده. انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس بقى دي ودانك دي ولا ايه؟ بس يا ابني قال انت لابسه ده، انت شغال في البتاع بتاع البرجر دوت ولا بتاع؟ لا ده لبس العيد، لبس العيد ونعيد على طول اهو. وريله يا ابودي وريله اهو. بص 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 اهو على الحلاوه بقى والشقاوه والجمال والطعام. ايه رايك في الطياره بتاعتي؟ ايه يا ابني ده بطرمان مستورده. ايه ده؟ ايه ده؟ والتاني بطرمان صلصه. ايه ده؟ ايه ده؟ ناقصكم علبه مايونيز وتبقوا هتعملوا احلى شغل. ايه ده؟ يعني دول بيستخدموهم في البرامج؟ هم دخلوا مطعم ولا ايه؟ ولا بيستخدموهم في سندوتشات؟ لا 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 يا ابودي دول بقى ما تحب تقابلهم تلاقيهم على الترابيزات في المطاعم كده. خلصت انت؟ خلصت خلاص كل اللي عندك؟ لا لسه. لا لسه فاضل في الطبق حته. ايه ده؟ ايه ده؟ عشان عايزين نشطب بعد اذنكم. بس 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 بقول لكم ايه ده؟ لاست اوردر. يلا الحساب بقى كده بعد اذنكم عشان يا عم عجب. يا عم عجب. يا عم عجب. ايه ده؟ انتوا عارفين عم عجب ولا ايه؟ عم عجب هو اللي ايوه ايوه يا اولاد. ايوه يا بودي. ايوه يا نودي. تعالى تعالى يا عم عجب. بص اتنين كده اجانب جايين كده وعمالين يتكلموا وسندوتش. هم دليفري دول ولا ايه؟ مش عايزين يحاسبوا عم عجب. الاجانب دول مش شايف اي حد غريب اهو. حتى انتوا مش شايفكم، هو اساسا مش شايفكم. قول لهم يا عم عجب احنا احنا عارفينك كويس لان انت شخصيه معروفه. بعدين انت راجل كباره وقديم واحنا بنحبك من زمان، يا ريت بقى تعرفهم احنا مين. يا بودي ويا نودي، هو انتوا مش عارفين دول يوم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا عازمينهم على جهلهم. معلش معلش خلاص يا نودي. دول سفروت وعنتور. انا ما اعرفهمش. ايه ده؟ دول كانوا قبلكم هنا، دول قدام جدا. اه كنا صغيرين وكانوا نجوم الشارع. قدام يعني هم ناس كبيره يعني. يعني دول خلاص اكسبايرد قدام. اه ناس كبيره يعني. خلاص يعني ما بقاش عندهم حاجه. ايه ده؟ ايه اكس بايظ اللي انت بتقولها دي؟ بايظ قصده يعني ان احنا صلاحيه منتهيه. ايه ده؟ صلاحيه ايه واصلاحيه تمام؟ ده انا هفرجه دلوقتي وهوري له وهعرفه مين هو عناتور اللي معانا. طب ايوه. لا 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 اوعى اوعى تضربني بالبالون. ايوه ايه ده؟ مش فارع البلالين السخافه. ايوه فارع. لا لا بيهزر معاك يا بودي انت ونودي. ايوه بعدين انا عايز اقول لكم على مفاجاه الصراحه، النهارده احنا اللي ضيوف عند سفروت وعنتور. الله اكبر. كلمة الحق ظهرت. ظهر الحق. ظهر الحق. ظهر الحق. ازاي ازاي عم عجب نبقى احنا ضيوف واحنا في الشارع بتاعنا؟ ما ينفعش عم عجب، احنا مقضيين رمضان كله هنا. الحقيقة
سفروت وعنطور هما اللي مستضيفيننا النهارده علشان العيد. ماشي ماشي خلاص طالما اعتذارات احتشامات تاسفات ادبات نودي خلاص يا نودي. سفروت عنطور نودي بيعتذر لكم وبيقول لكم هو اسف. شكرا شكرا لا داعي للهتات. تعالوا بقى نحيي اصدقائنا بقى. شفت انا خليته يعتذر انت ما اعتذرتش. بص بص بقول لك ايه ايه ده صحيح ايه ده اها نسيت فيروزي يا سفرتي. ايه ده واحنا نسينا ميمو. لا هي فيروز. لا ميمو فيروز. لا ميمو فيروز. لا ميمو فيروز. ميمو فيروز. ميمو 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 فيروز. ميمو 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 فيروز. هي هقول لك على حاجه يا فيروز. في ايه؟ فيروز ميمو ميمو ميمو. استنى استنى بس 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 هي اسمها فيروز وده لقى ميمو. لا لا هي اسمها ميمو ومش فيروز. طب ممكن تسيبوها تقول هي مين؟ اتفضلي. انا فيروز مع سفروت وعنتور وانا ميمو مع بودي ونودي. شفتوا ايه ده ايه ده ايه يا عم عجب كده انتوا بتلخفلونا ليه؟ احنا اول مره نشوف الحاجات دي خالص. يعني يا واحده بقى انت قلتي ايه يا رزا؟ انا فيروز مع سفروت وعنطور. بالظبط ماشي. وانا ميمو مع بودي ونودي. وانا على طول مع الاسف. بس كده ايه ده؟ وانا سفروت مع عنطور. وانا مع نفسي. وانا ما اعرفكوش اصلا. وانا هنده لكم بقى عم شكل. لا 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 بلاش عم شكل. خلينا نقضي العيد بقى ونبقى مبسوطين. سفروت وعنطور بيهزروا معاه دايما. ايه ده؟ هم يعرفوا عم شكل. ده ياما شربنا خروب معاه. الخروب هو حد خاربها غيره؟ فاكر فاكر يا سفرتي العرق العرق سوس اللي كان كله سوس؟ عم شكل كان بيفصصه. اقعد اقعد يا عم شكل. سفروت وعنطور حيث عبق التاريخ. ايه ده؟ لو سمحت يا عم شكل لو سمحت بعد اذنك ايه عنطور عبط التاريخ دي؟ عبق التاريخ اي انت منذ قديم الازل. ايوه كده انت وسفروت. عبق 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 يعني يعني اللي ودى النودي اللي هناك ده يبقى عبيق. ايه العبيق اهو ايه العبيق اهو ايه العبيق يا عم يا عم شكل انا عبيق. بس 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 انا عبيق وبتضحك يا عم شكل. عبق التاريخ ده يعني انت تاريخ جامد قوي قوي بس تاريخ سخنتوت شويه يا عم شكل. يا عم شكل يا عم شكل هم ما غلطوش هم قالوا الحقيقه. انا اخوه عارف هو عبيط. بيهزروا معاك يا ابوي. العبيق اهو اهو العبيق اهو اهو يا ابوي بقى روح. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.